بالثنايا البكار، والمسافة هي 6 كيلومترات. مباشرة نواكب هذه الانطلاقة، ومع المقدمة مع المركز الأول نشاهد هنا من تحتل المركز الأول، اسمها القفدية للسيد فهد بن غصين بن عبد الله العرجاني، هي من تحتل مقدمة هذا الشوط، بينما أسعفة تحتل ثاني المراكز. طالب بن سالم بن بخيت بن مقبل المري هو من يقدم إسعفة في مركز الوصافة. الزعيمة تحتل المركز الثالث وتبحث عن الزعامة، ولن تتحقق الزعامة للزعيمة إلا بالصدارة، فهي تدرك هذا الأمر وبالتالي تنطلق وفق الاستراتيجية التي وضعها لها مضمر السياسية والمضمر الممتاز حمد بن محمد بن جهويل. غيرت الزعيمة الآن لتحتل المركز الثاني، بينما نكمل النداء وناخذ المركز الرابع. شوفوا المركز الرابع، زعفرانة تتقدم مع السيد جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي، بينما الدور دور المركز الخامس لأجد العنود للسيد راشد بن علي بن تخيل بن دلوان المري. هذه نتيجتنا لندائنا الأول والمذيعين ومعلنين للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. الزعامة الآن مع الزعيمة، الزعيمة هي الآن اسم على مسمى، تسيطر وتنتقل انتقالة موفقة إلى مقدمة هذا الشوط لتعتلي سلم الترتيب العام. إذن الزعيمة تتزعم هذا الشوط وتحتل المركز الأول بقيادة حمد بن محمد بن جهويل المري. هذه الزعيمة الآن تنفرد بالصدارة وتحتل المركز الأول. النقلة على المركز الثاني، إسعفة، إسعفة تحتل ثاني المراكز للسيد طالب بن سالم بن بخيت بن مقبل بن شفيع، هو من يحتل مع إسعفة المركز الثاني. الله الله، المعركة معركة قوية، انتظروها في الكيلومتر الأخير، لأن الأسماء أسماء قوية والسلالات أيضا سلالات عريقة. المركز الثالث، المركز الثالث، القفدية تحتل المركز الثالث، فهد بن غصين بن عبد الله العرجاني هو من يحتل مع القفدية المركز الثالث، بينما الدور دور المركز الرابع. أرى المنافسة القوية على المركز الرابع، ولكن شوك تغير الآن وتنتقل انتقالة موفقة إلى المركز الرابع للسيد طالب بن علي بن عمارة المري. ها هي الآن تتقدم شوك من المركز الرابع إلى المركز الثالث، سرعتها ربما تقود إلى الصدارة إن سارت على هذا المنوال وواصلت هذا الموال. تحتل الآن شوق المركز الثالث، بينما رأى المركز الرابع. هنا يتدخل جبر بن شمسان الرمزان النعيمي مع زعفرانة في المركز الرابع والمركز الخامس. أرى دخول جديد واسم جديد ينضم معنا، شعار راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، شعار عكاشات وشعار غيرها من الأسماء القوية. أرى شعار بن ناصر يتدخل مع الشاهينية في المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بزعامة الزعيمة. الزعيمة هي من تحتل المركز الأول في هذا الشوط السابع، وهو الشوط الرابع الخاص بالثنايا البكار. إذا حمد بن محمد بن جهويل سبق له وأن اقتنص ناموس شوطين ماضيين في صباح هذا اليوم من خلال السياسية، ومن خلال أيضا نجاح، وبالتالي يبحث عن نجاح آخر في هذا الشوط مع شعاره الخاص، بعد أن سجل النجاح مع نجاح والسياسية رفقة شعار السندباد صالح بن حمد القمرة. ها هو الآن يعتمد على نفس اعتماد كلي بنسبة 100% وينطلق مع الزعيمة. المركز الثاني شوق طالب بن علي بن حمد بن عمارة الجربوعي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشاهينية تتقدم إلى ثالث المراكز، راشد بن ناصر بن جبر النعيمي وسلالتها سلالة أصيلة، سلالة شاهين، وأيضا تقدم أداء قوي في هذا الموسم. المركز الرابع إسعفة تحت الرابع المراكز، طالب بن سالم بن بخيت بن مقبل بن شفيع، والمركز الخامس هنا يتواصل شعار الرمزاني مع زعفرانة جبر بن شمسان الرمزاني النعيمي. شوفوا الأسماء الخمسة تعلن عن
تقدمها في موقع واحد، وبالتالي هذا المشهد يؤكد لنا على أن الجميع يتربص بالآخر، وعلى أن الجميع هنا سوف يستخدم ما يمتلك من طاقات فكرية ومن تكتيك وتكنيك. هنا شوق مثل ما توقعت، إن واصلت على هذا العرض فإنها ستقتنص المركز الأول، وهذا بالفعل ما تحقق. غيرت شوق الآن إلى المركز الأول، ولكن عادت الزعيمة. الزعيمة ما تبي إلا المركز الأول، لأن اسمها الزعيمة، والزعيمة هي الزعيمة الآن. الزعيمة هي من تزعمت الموقف. أوه يا سلام يا الشاهينية، وصلت الآن. شوفوا وتابعوا الشعارات الصفراء التي تتنافس على مقدمة هذا الشوط. راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يختطف مقدمة هذا الشوط، وينطلق شعار الشاهينية على المركز الأول. إذن مشاهدين الكرام، هذه الشاهينية بتوجيهات وتعليمات المضمر بريك بن فرج بن هلي للمري وللمعلومات بأنها صاحبة نقطة في سباقنا المحلي الثاني. الله يا الشاهينية، إذن كفتها مليئة بالترشيحات على ضوء هذه المعطيات وعلى ضوء هذه المعلومات. انطلقت الآن الشاهينية في المركز الأول، راشد بن ناصر بن جبر النعيمي في المقدمة بتوجيهات المضمر بريك بن فرج بن هليل. المركز الثاني الزعيمة، حمد بن محمد بن جهويل المري اسعفه تحت للمركز الثالث، طالب بن سالم بن بخيت بن مقبل المري. وفي المركز الرابع هنا زعفرانة جبر بن شمسان الرمزان النعيمي. أما المركز الخامس فتصل ضبية. يا سلام، وصل شعار الخبير هنا، راشد بن ناصر بن حباب الهاجري يقدم لنا ضبية في المركز الخامس، وعودة عودة والعودة أحمد إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الشاهينية، من تفتتح بوابة الكيلومتر الأخير. الآن تسحب هذا الشوط كيفما أرادت وكيفما شاءت. الكيلومتر الأخير ينطلق بسرعة الشاهينية. الشاهينية في المركز الأول، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. وفي المركز الثاني الزعيمة. يا سلام، اسعف ايضا في المركز الثالث، وفي المركز الرابع زعفرانة، وضبية في المركز الخامس، وهنا ايضا هجوم وتدخل من الواصلة. يا سلام، شعار بن شير وصل وصل وصل، شعار خطير. والستمائة متر الاخيرة، شوفوا هذه المعركة اللي وعد، هذه هي المعركة. الكل هنا يتربص بالاخر، واربعة بل خمسة اسماء في موقع واحد. الشاهينية في المركز الاول، المركز الثاني سحبه، في المركز الثالث بن شير يتقدم مع الواصلة، وفي المركز الخامس ضبية والزعيمة، ولكن الشاهينية راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي المرشح أيضا مع المركز الأول. بريك بن فرج بن هليل يسافر معها إلى الناموس. سحبه سحبه في المركز الثاني، تحاول سحبه في ثاني المراكز، ولكن هنا سحبه، هنا الشاهينية. اللحظات الأخيرة لحظات صعبة وقوية على سعفة وعلى الشاهينية، ولكن الشاهينية تقترب من تحقيق الانتصار، وبالتالي النقطة الثانية لها في الموسم. وسلام سلام سلام عليكم يا أهل الجملية، وين ما يسكن راشد بن ناصر الجبر النعيمي المركز الثاني. سعفة للسيد طالب بن سالم ربخيت بن مقبل بن شفيع المركز الثالث. كان الزعيمة جاءت في المركز الثالث، حمد بن محمد بن جهويل، وفي المركز الرابع الواصلة علي بن راشد بن شير المري، وفي المركز الخامس ضبية لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري. هذه مشاهدينا الكرام نتيجة المراكز الخمسة الأولى المتقدمة، التعليق للخمسة المراكز الأولى، ولكن الجوائز النقدية هي للعشرة المراكز الأولى. التوقيت الزمني لحظة وصول الشاهينية وقطعها لمسافة الستة كيلومترات في زمن مقداره 9 دقائق.
40 ثانية، ثلاثا من الأجزاء تهانينا للسيد راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، والتهنئة للمضمر حمد بن محمد بن جويل، بينما جاءت في المركز الثاني سعفة، وتوقيت سعفة 9 دقائق 40 ثانية و93 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك سعفة طالب بن سالم بن رقيت بن مقبل بن شفيع. أما المركز الثالث فجاءت فيه الزعيمة بتوقيت مقداره 9 دقائق 43 ثانية و7 من الأجزاء. تهانينا للمضمر حمد بن محمد بن جهويل المري، ومن يمتلكها أيضا الزعيمة من حازت على المركز الثالث. أيها الأعزاء متواصلين في أشواط هذه